أمر مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أن للقوات المسلحة المصرية الحق في التدخل لحماية ما سماه الأمن القومي المصري والليبي. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقال إن الاستقرار في ليبيا مهم جدا لأمن بلاده والاتحاد الأوروبي ومنطقة الساحل الإفريقي، وأضاف أنه لا يمكن للحل العسكري إنهاء الأزمة الليبية. الملف الليبي يزداد تعقيدا. برلمان طبرق يفتح الطريق أمام التدخل المصري. البرلمان المتوافق مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر يعطي الحق لتدخل القاهرة عسكريا، واصفا إياه أنه حماية لما أسماه الأمن القومي المصري كما الليبي. طبول الحرب الأبعد من سياقها الداخلي لا تدق في طبرق فقط. سبقها وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو بالقول إن وقف إطلاق النار بليبيا لا يصب في صالح حكومة الوفاق. بينما يواجه الاتحاد الأوروبي الأحداث الليبية بالقلق على مصيره في البحر المتوسط. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إن على القارة العجوز أن تضع يدها مباشرة على الملفات الجيوسياسية في منطقة المتوسط كي لا يكون مصيرها بين يدي قوى أخرى، مشيرا إلى تركيا وروسيا. والأوروبيون حين يتحدثون عن المتوسط في الوقت الراهن فإنهم ينظرون إلى ليبيا سياسيا ونفطيا، فضلا عن ملفي التهريب والهجرة غير النظامية. وبين طبول الحرب والتصعيد هذه يأتي صوت الأمم المتحدة المنادي باستئناف الحوار الليبي في اتصال بين ممثلة أمينها العام مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري الذي أعيد انتخابه مؤخرا. التعقيدات في المشهد الليبي الداخلي منه والخارجي ومطامع الدول الإقليمية والاتهامات الأمريكية لروسيا والمنظمة التابعة لها فاغنر، كلها قضايا ترسم علامات استفهام بشأن مستقبل البلاد على المدى القريب والبعيد. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد انتقدوا بدء تركيا بعمليات التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط، وذلك ردا على تصريح وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو بهذا الشأن. ودية الأحاديث الجانبية لم تخفف من حدة انتقادات أوروبا لتركيا. بروكسل تبدي امتعاضها من قرارات أنقرة الأخيرة وتنذر بتصاعد التوتر أكثر. علاقتنا مع تركيا ليست بأفضل حالاتها، يقول جوزيف بوريل ممثل سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ويؤكد أن الملف التركي يحتل مساحة كبيرة من أجندة اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين. جل الاستياء الأوروبي هو عزم تركيا بدء التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، قرار كان قد أعلن عنه وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو وبرره باتفاقية التعاون التي أبرمتها بلاده ومع حكومة الوفاق الوطني الليبية. الأمر لم يقف عند شرق المتوسط وغازه الطبيعي، بل تعداه إلى اتهامات بالهجوم على الحضارة من قبل وزير خارجية لوكسمبورغ، وذلك على خلفية قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد. الشقاق التركي الأوروبي تغذيه فرنسا التي لم يرق لها تنامي الطموح التركي على الأرض الليبية. بعد رهان باريس الخاسر على حفتر وضبابية مستقبل امتيازاتها النفطية والاستراتيجية، وجدت أنقرة عثرة في طريقها، وبذلك بدأت بينهما حرب التصريحات النارية. فرنسا تترأس المعسكر المعارض لتركيا داخل المنظومة الأوروبية، وتركيا من جهتها تناور باستمالة إيطاليا وتلوح بورقة اللاجئين، كما تذكر الأوروبيين بعدم وفائهم باتفاق عام 2016 المتعلق بإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول مقابل وقف موجة لجوء جديدة إلى القارة الأوروبية. متحدية الانتقادات والاعتراضات، السفن التركية تبحر عبر المتوسط بحثا عن الغاز والنفوذ، وتشعل أزمة في علاقاتها مع أوروبا، مما يزيد من ابتعاد أمل تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وينضم إلينا من طرابلس مراسلنا عبد الناصر خالد. أهلا بك عبد الناصر. إذا دعوة برلمان طبرق لمصر، كيف يمكن ترجمتها سياسيا وعسكريا في ظل حشد أطراف النزاع حول نطاق سرت وأيضا التصريحات التركية وإصرار الوفاق على العملية العسكرية؟ نعم، هذا طبعا ما صرح به مجلس النواب في طبرق، الذي قال في تصريح في بيان أصدره أمس الاثنين بأنه يأتي ذلك في إطار تضافر الجهود بين مجلس النواب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأيضا انسجاما لإرادة الشعب الليبي على حد وصفه. وهذا ما رآه كثيرون بأنه تخويل للجيش المصري بالدخول إلى الأراضي الليبية، خاصة بعد التطورات الأخيرة، لعل من أبرزها تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الذي قال بأن على حفتر الانسحاب من مدينة سرت والجفرة قبل الحديث عن أي هدنة وقبل الدخول في أي مفاوضات جديدة. هذا ما يترجم أيضا على الأرض حين أعلنت غرفة عمليات سرت والجفرة بأنها على أتم الاستعداد وكامل الجهوزية لبدء عملية دروب النصر التي جهزت لها الترسانة العسكرية، وهي تنتظر الآن الإشارة فقط من القائد الأعلى للجيش الليبي فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لبدء هذه العملية. هذه التطورات العسكرية على الأرض تنسجم معها تطورات أيضا دولية تدعو كافة إلى ضرورة التهدئة ووقف إطلاق النار، منها الاتحاد الأوروبي، ولعل من أبرزها إيطاليا التي عرضت خطة تتكون من 4 نقاط، وهي وقف التصعيد في ليبيا وتنشيط الحوار السياسي وإنهاء التدخلات الخارجية وأيضا إعادة استئناف النفط. طبعا نحن نعم. في انتظار الساعات القادمة في ما يحدث سواء على جبهة معكم مدينة أولاً سرت شكرا لك جزيلا عبد الناصر خالد من طرابلس.